السلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غنصايب واحد المشروب عالمي، مشروب اللي كيعرفوه الناس كاملين، خصوصا كيشربوه بزاف في الصيف. موخيتو، بقاو معايا. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاجو للثلج، اوراق النعناع، الليمون الاخضر، السكر الاشقر، وبالنسبه للسائل عندكم الاختيار سواء بسبرايت سواء الماء الغازي كوالماس مثلا. مخيطو ما كيتصيبش بالحامض الاصفر، الليمون الاصفر يعني كيتصيب بالحامض الاخضر، لحقاش الحامض الاصفر فيه النسبه ديال الحموضه بزاف عاليه على الحامض الاخضر، ولذلك هذه الحموضه مضره للمعده. بالنسبه للمخيطو رقم واحد غنصيبوه بالمشروب الغازي اللي هو سبرايت ولا سيفن اب. كنشدو الحامض، كنقطعوه طرف صغار، هذاك الربع اللي بقى غادي نديكوري به من بعد. كناخذو الحامض ديالنا كنديروه في الكاس، من بعد كنزيدو عليه السكر، وكناخذو واحد الايد ديال المهراز وكنوركو عليهم بجوج مزيان باش هذاك التفاعل ديال السكر مع الحامض يعطينا واحد السيرو. بعد ذلك كنضيفوا الاوراق ديال النعناع، كنزيدوها على العناصر الاولى وكنحركو مزيان باش النكهه ديال النعناع والليمون والسكر تنسجم مع بعضياتها. نحركو بواحد المعلقه، من الاحسن المعلقه تكون صغيره. من بعد كنزيدو الثلج، الثلج من الاحسن يكون طرفه صغار باش يسهل عليكم في التحراك. من بعد كنخلطوا العناصر جيدا، وفي هذه الاثناء كناخذ المشروب الغازي ديالنا اللي هو سبرايت وكنصبوه في الكأس. دابا وجدنا مخيط رقم واحد اللي كان بالمشروب الغازي. بالنسبة للمخيط رقم جوج اللي هو بالماء الغازي، نكرر نفس الطريقة ونفس الخطوات اللي تبعنا في مخيط الأول. في هذه الاثناء كنشوفوا بان المخيط ديالنا الثاني وجد اللي هو بالماء الغازي. وبالنسبه لاي شخص ما كيبغيش المشروبات الغازيه وكيشوفها بانها مضره للصحه، فله الاختيار، يمكن لي يدير المخيط هذا بالماء الغازي ولا شويبس تونيك ولا والماس، عندكم الاختيار.
هذا هو التقديم النهائي ديال المخيطو ديالنا. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم بزاف ونكون خفيف على القلب ديالكم. نتمنى اي واحد شاف هذا الفيديو هذا يدير لايك ويبارطاج ويدير ابوني باش يوصلوا دائما الجديد. بالسلامه عليكم.